one pure is complex. معايا؟ يبقى ده ايه؟ 2 to 1 second degree every part. سهل ولا صعب يا جماعة؟ سهل. يلا حد يقول لي بقى ده. This patient came with palpitation. حد يقول لي. يلا دكتور. زباني. انت اللي تقول لنا. بص كده كويس. طيب في هنا ادي هبتدي انا في الستريب ده شايف البي ار عملها ايه؟ حد يقول معايا؟ ها؟ بروجريسيف ايه؟ عشان كده البروجريسيف بروجريشن زين 1 بي وداوت ايه؟ زين السايكل ايه؟ شايف؟ تاني برولونج بروجريسيف وبعدين 1 بي وداوت اتس بروجريسيف وبعدين السايكل تتكرر تاني شوف ده باين قوي في حته الجروب بي ها؟ شايف الجروب بي دي؟ ادي مجموعه وبعدين جوز وبعدين مجموعه وبعدين مجموعه ها؟ يعني انا لو امسك اي سي جي بس والمح الجروب بي دي ده قبل ما اشوف بقى البروجريسيف برولونجيشن ها؟ والدروب دوت البي ار اس كومبلكس وبعدين السايكل اللي بيبدا يجيب الجروب بي دي تقول لي ان في مو بس مين يقول لي السبب بتاع الاي في دوك هنا ايه؟ ها؟ روك انفيريور شايف الاس تي اليفيشن؟ اس تي اليفيشن في ليد 2 و 3 و اي في اف 2 و 3 و اي في اف شايف الاس تي سيبريت دي الاس تي سيبريت تمام؟ ومعاها ريسيبروكال اهو اس تي ديبريشن فين؟ انفرو في اللاترال 1 و اي في ال و ايه؟ وفي 4 5 6 يبقى ده التشخيص الصح جدا التشخيص بتاع الاي سي جي ده موبيلز تايب 1 سكند ديجري بلوك ديو تو اي انفيريور ستيني انفيريور ستيني يعني اس تي اليفيشن والكارديال انفاركت ها مش حاجه اسمها دلوقتي كيو نوت كيو وين لا تقول ستيني اتس اكسبت خلاص ستيني يعني اس تي اليفيشن ام ار او لو اس تي ديبريشن ام ار فتقول عليه نان ستيني حد يقول لنا يلا هل في هنا بروجريسيف برونجيشن للبي ار ولا لا؟ مفيش وبعدين جايه بي وجابت ايه؟ البي ار اس كومبلكس ده يبقى ويتش تايب؟ موز تو موز تايب؟ موز تو سكند ديجري طيب ده يلا حد يقول لنا ده ايه؟ ها؟ مين قال؟ 2 to 1 2 to 1 second degree A B block مظبوط الثيرد بقى degree A B block الثيرد degree A B block يا جماعة ده مهم جدا لأن ده المشكلة الثيرد degree أو complete heart block إيه اللي بيحصل؟ أنا عايزكم الأول تركزوا إيه اللي بيحصل؟ إن الـ A B node الـ A B node اللي أنا كنت جبتها لكم في البداية في الـ not passing any inputs يبقى الانبوتس بتطلع من الاس اي نوت تعمل ديبولاريزيشن للاتريوم توصل عند الاي في نوت ولا انبوتس تعدي ولا انبوتس تعدي من الاي في نوت الله امال الفنتري بيشتغل ازاي؟ ها؟ يعني يشتغل ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى يطلع حاجه اسمها اكتوبيك فوكس حاجه زي الاس اي نوت وحاجه زي الاي في نوت تطلع حاجه اسمها ايه؟ الاكتوبيك فوكس الاكتوبيك فوكس دي بتشتغل بالظبط زي الاس نوت تبتدي تطلع ايه؟ انبوتس الميكانيزم نفسه بتاع فوق الاس نوت اللي هو الاوتوماتيستي ها؟ تطلع انبوتس تعمل كونتراكشن للفنت يبقى اذا ايه يا جماعه؟ يبقى اذا ايه؟ اذا الاتريوم فوق شغال لوحده بالاس نوت بتاعته صح؟ والفنتريكل تحت شغال لوحده بالاكتوبيك فوكس بتاعته. يبقى هل الريت فوق في الاتريوم يعني النمبر اوف بي ويفز هتبقى قد النمبر اوف بي كومبلكس؟ مالوش علاقه ببعض. الاول كان كل بيز طبيعي تعدي هي نفسها اللي تروح تعمل كونتراكشن لايه؟ للفنتر.
عشان كده النورمال اي جي النمبر اوف بي ويفز ايكوال ايه؟ النمبر اوف بي وايز كومبلكس. في الكمبيوتر هارد بلوك لا، لان ده شغال لوحده وده شغال لوحده. ربنا سبحانه وتعالى لو الاكتوبيك فوكس دي، انا عايزكم تركزوا معايا في الحته دي، لو الاكتوبيك فوكس دي ويذن ذا مايوكارديوم كانوت فاير، يعني كانوت بروديوس مور ذان 40 بيتس بير مينت، تقدرش تطلع اكتر من ايه؟ 40. عشان كده تلاقي غالبيه الكمبيوتر هارد بلوك الهارد ريت لسه ايه؟ 40. وتقرا كده في التكست، لكن دي معلومه ناقصه. امتى يبقى لسه 40؟ لو الاكتوبيك فوكس فين؟ فين؟ في المايوكارديا. انما لو الاكتوبيك فوكس يا جماعه ويذن ذا كوندكشن سيستم، ويذن ايه؟ الكوندكشن سيستم، عارفينه؟ مش كده؟ ايبينود، اسباندل، ليفت باندل، ها؟ او ايه؟ كوندكشن سيستم. ما الفاسيكل دي سواء ليفت اند بيو فاسيكل وليفت بيو، مش ده كوندكشن سيستم؟ لو الاكتوبيك فوكال دي ويذن ذا كوندكشن سيستم هتبقى ايه؟ 50 وات ايفر، ممكن يبقى اكتر، يبقى ريت اكتر من 40. في حاجه بقى ثالثه عايزكم تعرفوها كويس جدا، لو الاكتوبيك فوكال دي مكانها في اعلى نقطه في الهيس باندل اسمها السوبرا هيس، يبقى الاكتوبيك فوكس مكانها فين في الحاله دي؟ يسموها ايه؟ مش لما تقروا اسمها سوبرا هيس، في اعلى نقطه في الهيس باند، او بيسموها انفرا ايه؟ لا انفرا نودل، تحت الايفي نود، مش هي الايفي نود تحتيها الهيس باند، فممكن برضه الايفي نود هي اللي بتاخد الامر وتشتغل. لا خلاص مش هيبقى كومبيوتر هارد بلوك، خلاص هيبقى نودل ريزنت، هيبقى نودل، هيبقى نودل ريزنت. الحاله دي لو الايفي نود اخذت الامر هاند، ايوه ده اسمه نودل ريست. نودل ريست مع الكمبيوتر خالص ما ينفعش. الكمبيوتر هارد بلوك معناها ان الايفي نود مش متعدي ولا واحده. كل ما يقلق فلو الكتوبنج فوكس يا جماعه في اعلى حته في ليس باند اسمها سوبر هيس او انفرا نودل، انا بقولها دي ليه؟ عشان في الحاله دي الكمبيوتر هارد بلوك هيبقى نارو كومبلكس. الكيو ار اس كومبلكس هتبقى ايه؟ نارو. مين؟ نورمال لينير نورمال، لا تبقى نورمال، تبقى نورمال كومبلكس كيو ار اس. والسايت بتاع كومبليت هارد بلوك خلينا نقولها بقى اللي هي لو الكتوب فوكس اون المايوكارد ايه؟ هارد ريت يوجوالي ليس ذان 40. الكيو ار اس كومبلكس وايد. والايفي ديسوسيشن، والايفي ديسوسيشن المفروض بعد ما انا شرحت انت تقول يعني ايه ايفي ديسوسيشن. الايفي ديسوسيشن انت مشغل لوحده في ديسوسيشن بينه، ها؟ فالايفي ديسوسيشن معناها في الكمبيوتر هارد بلوك ان النمبر اوف بي ويفز مور ذان، هتبقى مور ذان نمبر اوف كيو ار اس كومبلكس، صح؟ احنا قلنا الفيت كيو مفيش اكتر من 40. الحاجه الثانيه في معنى الايفي ديسوسيشن فاريبل بي ار ان. ليه فاريبل بي ار انترا؟ لان البي ار انترا دي يا جماعه هي العلاقه بين الاتريم والفنتر، مش كده؟ مش موجوده اصلا، ده شغال لوحده وده شغال لوحده. يبقى معنى الاي في ديسوسيشن يعني ايه؟ اتقرا اي في ديسوسيشن، اي في ديسوسيشن معناها على الاي سي جي ببساطه نمبر اوف بي ويفز مور ذان نمبر اوف يو ار اس كومبلكس وفاريبل بي ار انترا. يبقى نقول تاني السنه في الديك هارد بلوك الريت الاول ليه ده فوت ده يوجوال وايد كيو ار اس كومبلكس. ليه وايد كيو ار اس كومبلكس؟ ليه وايد؟ ها؟ عشان الفوكس، عشان الفوكس نورمال، عشان الفوكس فين؟ في الماركر. سرعه انتقال الانبلس ويذن الكوندكشن سيستم اللي ربنا خلقه السرعه، ها؟ اسرع من مرور الامبلس فين؟ في المايوكارديوم. فالمايوكارديوم هيطلع الامبلس، هتمشي بالراحه، هتعمل كونتراكشن بالراحه للفنتر، فتلاقي الوايد ده سبب الويدز، سبب ليه الكيو ار اس كومبلكس وايد. مفيش حاجه اسمها في الكارديولوجي معلومه ابدا، واي حد لو عايز يقول اي حاجه في دماغه الا ولها اصل ولها فهم، ها؟
عشان كده المفروض ما تنساش ولا تحفظ. ها؟ يبقى عندي rate usually less than 40 QRS wide و AV dissociation اللي هو number of B-waves أكثر من number of QRS complex و variable BR ده complete heart block. خلينا نقرا كده الثالث ديجري أو complete heart block failure of all B-waves to conduct to the ventricle so the ventricle depolarized by a ectopic focus within the myocardium. البراديكارديا يوجوالي كام؟ 40 beats per minute or less even بس قلنا انت بتبقى اكتر. وايل يو ار اس كومبلكس يوجوالي كلمه يوجوالي دي مهمه عشان قلت لكم ان في نارو كومبلكس لو نكتبه فين؟ نكتبه الفوكس فين؟ سوبرا هيس انفرا مودر يعني. والاي في ديسوسيشن هي النمبر اوف بي ويفز مور ذان نمبر اوف يو ار اس كومبلكس يعني الاتريال ريت مور ذان الفنتريكل ريت وفاريبل ايه؟ بي ار ان في اي حد نقطه مش حد يلا يبص معانا كويس في الاي سي جي. ادي اول واحده خلينا نحسب الريت يا جماعه. الريت بيتحسب ازاي؟ في طريقه لو في سكريبت كده فسهل جدا. تعد النمبر اوف بيو ار اس كومبلكس يلا 1 2 3 4 5 6 مالتبلاي باي 6 لان السكريبت ده كام؟ 10 سكند. السكريبت ده كام سكند؟ 10 سكند. كنت عايز تجيب الريت في الدقيقه يعني 60 سنة. فتحسب النمبر في بيو ار اس كومبلكس وتضربهم في سنه. في طرق ثانيه طبعا كلكم عارفينها واللي هي اللي هي 300 على النمبر اوف لارج سكوير او 1500 على النمبر اوف سمول سكوير بين ايه؟ الار ار. ها؟ لكن الطريقه دي اسهل. تعد النمبر في بيو ار اس كومبلكس وتضربها في سنه. يبقى انا الريت كام؟ 36 يبقى اقل من كام؟ ليس ذان 4. البيو ار اس كومبلكس بص لي في كل تبص في كل الاي سي جي ها عشان ما تدورش هي دي اكتر وايد بي ار اس كومبلكس كام هو النورمال اب تو كام ها 3 سمول سكوير النورمال اب تو كام 3 سمول سكوير يعني 0.12 سكند الديوريشن بتاع بي ار اس كومبلكس اللي هي بتتقاس من ايه خليكم معايا اللي هي بتتقاس من بدايه البيو ار اس اهو من بدايه البيو ار اس لنهايه البيو ار اس يعني من بدايه البيو لنهايه ايه؟ الار دي كام يا جماعه؟ عدوها كده 1 2 3 4 تقريبا 4 سمول سكوير يبقى دي وايد بيو ار اس كومبلكس ولا لا؟ احنا قلنا النورمال كام يا جماعه؟ النورمال بيو ار اس اب تو 3 سمول سكوير يعني 0.12 سكند يبقى برادي كارديا جدا 40 طلع 36 وايد بيو ار اس كومبلكس. تعال ندور بقى على اهم حاجه بشخص بياخد بيه كارت اللي هو الاي في ديسيشن. عد لي النمبر اوف بي ويفز ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه شايف دي بي دي خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره 11 شايف دي فين؟ قبل بيو ار اس كومبلكس 12 المهم دي سته ودي كام؟ اكتر من ستة يبقى النمبر اوف بي ويفز اكتر من النمبر اوف بي ار اس كوم. تعالى شوف لي بقى البي ار ان مش هتلاقي ولا واحده زي التانية. دي اللي بيسموها ايه؟ فاريبل بي ار انترفال. بص كده معايا البي ار انترفال دي قد ايه؟ واللي بعديها الله ده احسن تكون بروجريسيف برونجيشن مش كده؟ لا بص طب بص دي راجع التاني بقى في ايه؟ ها؟ دي ولا واحده زي التانية. اسمها ايه دي؟ فاريبل بي ار ان. يبقى الاي سي جي ده اقول ده كومبليت هارت بلوك ان ذا فيو اب من سوبر ريت ليس ذان 40 36 وايت كور از كومبلكس اي دي ديسوسيشن ان ذا فورم اوف نمبر اوف بي ويفز مور ذان نمبر اوف كيو ار اند فاريبل بي ار ان. سهل ولا صعب؟ هنا كان الجزء ايه بتاع كومبليت هارت بلوك؟ يلا ايوه ده كان انثروسيبت بالظبط. شوف كده الانفيرو ليدز يا دكتور 2 3 واي بي اف وايه في 1 وفي 2 وفي 3. لا انا بتكلم عن الاس تي اليفيشن موجوده في الانفيرور اند سيبت فده انثروسيبت
لما تلاقي انفلو سيمتم قبل ما تعمل كورونري انجيو ده موست بروبلي يطلع ايه؟ يطلع ليفت سيركمفرنس كورونري ارتري هيبقى ليفت سيركمفرنس. طيب الثيرد ديجري انفلو بلوك دي بناين فورم بقى، البناين فورم اللي هو النارو كيو ار اس كومبلكس اللي هو بيبقى الانتوبو فوكس فين؟ سوبرا هيس او انفرا نودل، فده اسمه ثيرد ديجري انفلو بلوك بناين فورم. عارفين يعني ايه بناين فورم؟ يعني مش محتاج اعمل له جسميه، استنى كده وقاعد مبسوط وابزرف واطمن العيان بتاعي ها واقول له ما تخافش، هيروح لمريض تاني اقول له ده كومبليت هارت بلوك ودكتورك ما تفهمش لازم تحط بيس ميكر ها وهو مش فاهم اي حاجه. النارو كومبليكس كومبليت هارت بلوك ده جزء من الكوندكشن سيستم، بس العيان عنده برادي كارد لا هو عنده السايز بتاع الكومبليت هارت بلوك، بس المشكله ايه؟ ان الفوكس تحت الايفي نود بشويه ها سوبرا هيز، يبقى دي التوبي فوكس ويدن دي ويدن فين الكوندكشن سيستم مكانها في النارو، في النارو بتبقى انفرا نودال او ايه سوبرا هيز، والبرادي كارديا يوجوالي مور ذان 40 ما بتبقاش بقى ليس ذان 40 ونارو كومبلكس يو ار اس كومبلكس. شفت ازاي؟ كان كذا قاعده اتكسرت في الكومبليت هارت بلوك بتاع الدكتور فوكس وزي الماركورديا موي، لا دي نار هنا هارت ريت 340 هنا هارت ريت مور ده يعني البنش ده شفتيه ها؟ اخر سلايد طيب رايز خلاص احنا خلصنا حد زهق ولا ايه؟ لو زهق قول زهق يا ريس الناس مزهقين دكتور حمدي ده رئيسي خلي بالك ربنا يكرمه يعني الشخصيات الممتازه. طيب بصوا كده يا جماعه حد يقول لي ده ايه؟ اه ده بقى النارو كومبلكس كومبليت هارت بلوك اللي انا بقول لكم عليه البناين فور، اللي زي ما فهمنا كلنا ان الاكتوبر فوكس مكانها فين؟ اعلى حته في الهس سوبرا هس او تحت الايفي نود على طول انفرا نود، فهيبقى نارو كومبلكس. شايف الكومبلكس؟ نارو شكلها طبيعي اقل من 3 سمول سكوير، والهارت ريت كام؟ كام؟ 48 مظبوط؟ 8 مالتبلايد باي 6 في الاستريب يبقى مور ذان 40 ما هيش ليس ذان 40 بتاعت الكوميت هارت بلوك، ونارو كومبلكس لكن فيها الاي في ديسوسيشن. يلا النمبر اوف بي ويفز حد يعدها كده، احنا قلنا كام كومبلكس؟ 8 يو ار اس كومبلكس. طب البي ويفز كام؟ 1 2 3 ها 4 5 6 7 8 9 10 11 ها خلاص عدينا ال 8 ادي معنى الاي في ديسوسيشن ان النمبر اوف بي ويفز هنا مور ذان نمبر اوف يو ار اس كومبلكس. تاني ميننج في الـ end dissociation الـ variable PR infrared، شايف الـ PR infrared دي قد ايه؟ طب ودي؟ طب ودي؟ طب ودي؟ ولا واحدة زي التانية ها؟ يبقى دي اسمها ايه؟ variable PR infrared. يبقى لو حد يقول لي الدياجنوز في الـ ECG ده ها؟ يقول لي ايه؟ complete heart block benign form. لو قلت كده كفاية، عايز تقول complete heart block but with narrow complex وليت مور ذان 40 يبقى ده بناين فور. هسألك انا سؤال، تعتقد الاكتوبر فوكس فين؟ سوبرا هيس انفرون يعني نبعته يعمل بيس ميكر؟ اوبزرف اوبزرف بس خلي بالك ما تدهوش ما تدهوش الدراجز اللي لها نيجاتيف اينوتروبيك افكت. ديجيتاليس اللي الناس لغايه دلوقتي كلها بتحبها، وانا نفسي اوريكم اي سي جي ديجيتاليس عشان حد بقى بعيد الحالة ويقول لي انها اسكيميا وكذا وسايلنت اسكيميا حاجه تضحك يعني. نعم؟ والبيتا بلوكر والكالسيوم تشانل بلوكر اللي هو الدلتازيم والبرابل. العيال ده ما يتعملوش حاجه بس اوبزرف، ولو انت جالك العيان ده تكتب ملاحظه في كارت او في ورقه ارجوك تعملوا كده.
لان ممكن يجي له هايبر تنشن في اي حد وهيروح للدكتور في اي مكان مش عارف فين هيقيس له الضغط عليه عالي هوب عطاله هوب موته ها فتكتب له كده ان ده كومبليت هارت بلوك بناين فور ستار كومبلكس بليز بليز افويد بيتا بلوكرز ديجوكسين كالسيوم شانل بلوك ها ماشي المانجمنت اوف ايفي بلوك بتحط هورتر مونيتور عشان تقدر تشخصه تو استابليش الدياجنوزيس وبعدين لغايه ما تعمل البيس ميكر بتدي حاجه بتدي الكوبوليتنج ايجنت يعني بتدي اتوبين او بتدي كاتيكولامين اللي هو الايزوبروتيرينول طبعا ده كله ده ملوش اي قيمه مؤقتا بس تدي اتوبين تحطه على ايزوبروتيرينول لكن اسكيميك اوعى تحطه على كاتيكولامين صح؟ لان هيزود الهارت ريت ممكن فجاه يزود الاكستنشن اوف ماي بارتنر المانجمنت اوف ايفي بلوك بيرمان بيس ميكر ان ذا تريتمنت اوف تشويس طيب احنا خلاص قلنا يا جماعه الفيرست ديجري والسكند ديجري مو بس تايب 1 مو بس تايب 1 كومبليت هارت بلوك امتى احط بيس ميكر؟ ما ده السؤال ها؟ يعني انت العيال جالك وفاهم انت خلاص خلاص ما تبعتهوش امتى تبعته يعمل بيس ميكر؟ لو سيمتوماتيك لو سيمتوماتيك وقلنا يعني ايه سيمتوماتيك او هاي جريد ايفي بلوك الهاي جريد هما اثنين مومس تايب 2 والكومبليت هارت بلوك اللي هو الوايت يبقى الهاي جريد ايفي بلوك ايه يا جماعه؟ اللي هو مومس تايب 2 سكند ديجري ايفي بلوك يعني لو عيان مومس تايب 1 اللي هو وينج باك هتخاف وتبعته يعمل بيس ميكر؟ ولا تخاف ولا اي حاجه ما دام ايه؟ ما دام ايه؟ ايه سيمتوماتيك؟ سيمتوماتيك اي ديجري اوف بلوك يتعمل اي ديجري ليه؟ لان ده في الغالب بيبقى ترانزيت انترميتنت انت جالك شخصت فيرست ديجري ولا مونس تايب 1 لكن هو بينقل ها؟ بينقل على كومبليت هارت بلوك فاهمني؟ فلو العين سيمتوماتيك حط الاسمين لو نوت سيمتوماتيك حط الاثنين اللي هما الموبس تايب 2 سكند ديجري والكومبليت هارت بلوك اللي هو الواي مش النار. ايه؟ ايه؟ نوت كوست باي كونجينيتال ايفي بلوك، اه كونجينيتال برضه ايفي بلوك ده واحد من النار كومبلكس. النار كومبلكس برضه الكونجينيتال ايه ده نار ما تحطوش. يعني عيان مولود كونجينيتال هارت بلوك دونت بيس. ها؟ مش اندكيشن بيس بلوك. ايه يا دكتور؟ يتحط فين في البنت؟ عشان انت عندك مشكله تحت في الايبكس الايبكس اوف درايفر الايبكس اوف درايفر طيب يعني انا كده خلصت لكم الساينو الساينو انتر اكس بلوك في حد بينور الاي بي بلوك لكن انا بصراحه مش هو ده اول التايبز اوف هارت بلوك فاضل لسه الرايت باندل برانش بلوك والليفت باندل والليفت انتيرو فاسيكرا بلوك والليفت بوستيرو فاسيكرا بلوك والباي فاسيكرا والتراي فاسيكرا فاحنا ممكن نقف عند ها يلا كل سنه وانتم طيبين سألوا في سؤالين وهدايا وكده لازم الراجل يبقى له رجل
خالص. لو عندك عيان في اكيوت مايكارديال فانكشن دخل في هارت بلوك